امبارح زميلتنا توجان فارس راحت ولفت بمدينتنا الجميلة مدينة مادبا، خلينا نشوف ايش حضرت لنا بهذا التقرير. بدأت رحلتنا من بيت جدودي، هذا البيت التراثي القديم الذي يعتبر من أقدم البيوت في قرية لب الموجودة في محافظة مأدبة. ويتميز هذا البيت بالعديد من القيم المعنوية والمادية، فهو معنوياً يحافظ على التراث الأردني بحكاياته ورواياته التي لا يمل منها من خلال الأمسيات الشعرية والقصصية التي تقام في هذا البيت العريق. تلة لب اللي هي بها بيوت قديمة انعملت أيام أجدادنا ولغاية الآن موجودة، ولكن هي بقى يعني تقولي اختلف بها الأجيال، والأجيال ذا يعني تقولي مشان الدراسة ومشان المواقع بعد المسافة. والآن بصفتي أنا صاحب بيت جدودنا محافظ عليه من أجل أبنائنا ومن أجل التراث والثقافة. تحتل بلدة لب موقعاً متوسطاً في لواء ذيبان باعتبارها جوهر القلب السياحي بسبب وقوعها على تلة مرتفعة، وتعتبر بيوتها في البلدة القديمة من البيوت التراثية الدافئة شتاءً والباردة صيفاً التي تحكي قصة الأجداد وبطولاتهم في مكافحة الاستعمار والاستبداد، بينما يحافظ هذا البيت على قيمته المادية من خلال وجود العديد من المواد المستخدمة في مختلف أنحاء البيت، فمنها جرة الماء التي تستخدم لتبريد الماء، والبئر والمسند الذي يتم الجلوس عليه في اجتماعات العائلة، والمحماصة التي تحمص القهوة، وغيرها العديد من هذه الأدوات التي تم الحفاظ عليها في هذا البيت. وفي طريقنا إلى الجنوب من مأدبة على بعد بضعة كيلومترات اتجهنا إلى تل مرتفع معزولا غربي الطريق يدعى لب، تقوم على قمته قلعة مكاور. بنيت هذه القلعة في القرن الأول قبل الميلاد، بناها الرومان لمتابعة حركة الأنباط لأن الأنباط كانوا يحكمون مأدبة قديما. وخلال زيارتنا لقلعة مكاور حدثنا الباحث في آثار مأدبة الأستاذ حنا القنصل عن قصة استشهاد يوحنا المعمدان يحيى عليه السلام، وعن أهمية هذه المنطقة التي تعتبر محطة من محطات الحج المسيحي في محافظة مأدبة. وفي نقلة جميلة خلال رحلتنا إلى متحف مأدبة، حيث توجد في ساحة المتحف الخارجية قطع فسيفساء مختلفة نقلت من حسبان وماعين والقسطل وجبل نبو. ويحتوي المتحف على مجموعة متنوعة من التيجان الكورنثية والأيونية المنحوتة بشكل دقيق، وعدد من الأعمدة والمذابح التي تعود إلى الفترة البيزنطية. طبعا انتوا الان باثار مأدبة، مديرية اثار مأدبة تحت متحفين، متحف الحياة الشعبي ومتحف الاثري. طبعا في عديد من اللوحات الفسيفسائية موجودة هان، تم نقلها من اماكن بقصد الحفاظ عليها. طبعا كنيسة ومزار قطع رأس يوحنا المعمدان أو دير اللاتين في مأدبة هي كنيسة لاتينية كاثوليكية تقع وسط مدينة مأدبة في الأردن، تعد أحد أهم وأقدم كنائس المدينة. مأدبة الحديثة بنيت 1882، هاجر مجموعة من المسيحيين من منطقة الكركي إلى مأدبة وأخذوا تمليك لهذه المنطقة، بس تلة مأدبة التي تسمى من الحكومة العثمانية لأنه كنا تحت الإدارة العثمانية، بغرض استغلال الأراضي الزراعية المحيطة حول مأدبة ودفع الميري أو الناتج العشر إلى الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية كانت قد ملكت الشركس والشيشان القادمين، فملكوا المسيحيين هذه المنطقة.
أقيمت في البدء ككنيسة صغيرة وبسيطة على قمة تل مأدبة من الحجارة والطين، وسقفت بالخشب والتراب لتصبح بعد ذلك الكنيسة الحالية لرعاية اللاتين في مأدبة، وهي أقدم كنيسة تقام فيها الشعائر الدينية في مأدبة منذ تأسيسها حتى اليوم دون انقطاع. التلة هذه بدأت فيها العمارة 3 عشائر مسيحية، المناطق المحيطة حولها هي لمجموعة من عشائر البلقة المحيطة في مأدبة، لكنها بدوا رحل والمسيحيين كانوا بدوا رحل، لكن بدأوا البناء في هذه المنطقة. بدأ البناء بهذه الكنيسة في 1903، يعني بعد 15 سنة من البداية. وعندما بنيت الكنيسة وانتهت بال 1913، يعني 10 سنين بنى الحكومة العثمانية، مجرد ما بنيت هذه الكنيسة بني في جانبها مدرسة ذكور ومدرسة إناث. تحتوي على العديد من الرسومات والتصاوير والمنحوتات المميزة التي تمثل حياة يوحنا المعمدان يحيى عليه السلام، كما تحوي على أكروبول يتكون من أقبية قديمة وبئر مؤابي وعدة آثار قديمة تقع تحت الكنيسة، والتي كانت تستخدم قديماً كمعبد ومدرسة وبيت للكاهن. وتنتهي حكاية رأس يوحنا لتبدأ حكاية متحف الحكاية التراثي الواقع في جبل نيبو بمأدبة، يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي تم إنشاؤه عام 2013 ليحكي قصة الإنسان منذ بدء تاريخ المنطقة بأسلوب تسلسلي، ويروي قصة الزمان والمكان في منطقتا مهد الحضارات، ولكل إنسان حكاية، فيزول المكان ويفنى الإنسان ولكن تبقى الحكاية.